رجب عبد المولى درويش. ايه حاج رجب؟ نعم يا ايه رايك في الدستور؟ استقرار. تمام. واحنا عايزين الاستقرار كفايه على البلد كده. تمام. ايه في بره ممكن اي حد بيوجهكم؟ لا 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 لا. التنظيم النهارده 10 على 10 10 على 10 وربنا يوفق وهاي الخير. شكرا حاج رجب. ايه راي حضرتك في الدستور؟ مخلوق. بمعنى؟ بمعنى ان في حاجات كويسه جدا وفي حاجات مش كويسه خالص. وانا بيني وبينك ما بحبش المسلوب. طب اخترت نعم ولا لا النهارده يعني؟ لا انا قلت لا. طب ايه رايك في التنظيم؟ اللجنه ممتازه والمستشار اللي جوه راجل محترم جدا والناس كلها متعاونه. تمام. في اي حد بره ممكن يوجهكم مثلا لا او لا؟ لا 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 مفيش الكلام ده. شكرا. تعرف بحضرتك سجل معايا ياسر ابراهيم موسى والعشره نعم ولا لا يا عتون؟ نعم ولا لا يا اسلام؟ مين التليفون في اهو؟ لا وبابا زي برضه هتكتب ابني يعني مش معقول. ايه رايك في التنظيم النهارده؟ والله هو في مشكله يعني احنا اول مره نيجي بتبقى لجنه واحده، كل مره نيجي هنا تبقى لجنتين ثلاثه، يعني احنا بقى لنا اكتر من ساعه ونص ساعتين واقفين. تمام. هي دي المشكله بس تنظيم كويس مش هو. تمام. في حد بيوجهكم بره ولا تعرف حضرتك؟ احمد عز. يا استاذ احمد ايه رايك في الدستور؟ ممتاز. ممكن بقى تقول لنا ممتاز ليه؟ لانك شكلك عارف ممتاز ليه. ممتاز لان هو بيحفظ الحقوق الحريات. تمام. و كمان اصحاب الديانات الاخرى زي اليهود والمسيحيين المصريين حافظ برضه حقوقهم وحاجات كتير يعني عن التفصيل يعني. تمام. ومخلص برضه مصلحات رئيس الجمهوريه. مثال صغير موضوع حل مجلس الشعب لا يجوز الا باستفتاء على الشعب ولو رفض يبقى يقدم استقالته، يعني اعتقد كل ده تخليص يعني من مصلحه رئيس الجمهوريه. تمام. ايه رايك في التنظيم النهارده؟ ممتاز. في حد بيوجهكم؟ لا خلاص. شكرا. النهارده ايه رايك في التنظيم؟ التنظيم انا بلاحظه كويس الحمد لله كويس. في اي حد مره ممكن يوجهكم مثلا لا او لا؟ لا خالص. عين هنا. أعرف حضرتك رضا البطال. ايه رايك في التنظيم النهارده؟ لا جميل بصراحه منظم. تمام. إيه ممكن انطباعك عن الدستور؟ كويس شغال. في بره مثلا ممكن اي حد بيوجهكم تقولوا لا لا لا, لا, لا خالص مفيش الكلام ده. شكرا. حضرتك محمد السعود. يا استاذ محمد ايه راي حضرتك في الدستور؟ جميل وكويس. تمام. يعني افهم حضرتك النهارده نعم؟ طبعا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. التنظيم النهارده تنظيم ممتاز. في اي حد بيوجهكم مثلا نعم ولا لا؟ مفيش اي توجيهات. حضرتك علينا حضرتك
نعم عبد المنعم احمد طنبا. حاج عبد المنعم ايه رايك في الدستور؟ والله مش مقتنع. افهم حضرتك نعم ولا لا؟ دي حاجه يعني لسه في بتدخل اللجنه. تمام. ايه رايك في التنظيم النهارده؟ ممتاز ممتاز. تعرف حضرتك محمد الجندي يا استاذ محمد؟ نعم. ايه رايك في الدستور؟ دستور؟ اي دستور كويس. تمام. بلد تحط الدستور وبعدين بلد تمشي وبعدين نعمل مؤسسات وبعدين نقول بعد كده اللي مش عاجبنا فيه نغيره ونبدله ونعمل غيره. بلد تمشي وتقف على رجليها وبعدين تمام ايام جايه واللي مش كويس في الدستور نغيره ونبدله. المهم نمشي الاول عشان نقف على رجلينا عشان البلد مصلحه البلد ومؤسسات البلد واستثمار البلد والناس تشتغل والناس تاكل وتشوف عيشها. تمام. ايه رايك يقدم في الخير يا رب؟ ايه رايك في التنظيم النهارده؟ التنظيم هنا في اللجنه هنا التنظيم على اعلى مستوى. مفيش اي ثغره ولا في اي تجاوزات ولا في اي حاجه. مفيش اي حاجه ولا تجاوزات. نظام حضرتك زي ما تشوف الطابور وقفنا نظام ماشي كويس وسليم الحمد لله وينتهي على خير ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا يا فندم. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ استشار صبري عبد الهادي. المسؤول عن لجنة؟ اللجنة 30 ومقرها مدرسة جابر الغزالي باسم دمرهم. حضرتكم موجودين من الساعة كام؟ احنا يعني تواجدنا الصبح ولكن كان في مشكلة طبعا المكان بتاع المدرسة غير المكان اللي هو اللي موجود لان المكان الموجود كان شارع المقريزي. تمام. لكن رحت عند شارع المقريزي ومش لاقيين المدرسة خالص. قبل ما سألت عليها قالوا لي ان هي موجودة هنا وان العنوان اللي محطوط واللي احنا متسلمين بيه كان غلط. ففتحنا تقريبا حوالي الساعة 8 و 6. تمام. طب حضرتك ممكن حضرتك عند لحد الساعة كام موجودين لحد كده؟ والله حسب التعليمات يعني ممكن احنا مع الناس يمكن لو عايزين لحد بكرة احنا مستعدين. في مادة لو في مادة 9 في مادة 11 في مادة لحد بكرة احنا متواجدين عشان ناخد اصوات الناس واي حد يجي في اي وقت حتى لو مادة تم المادة 11 ولقينا ان في ناس ممكن نستمر معاهم لحد واحدة طالما ان الناس موجودة لاننا احنا حريصين على ان الشعب كله ينزل وان هو يدرسوا. الاقبال النهارده كان عامل ازاي؟ الاقبال فوق المتوسط وبرده لسه ما نقدرش نحكم عليه لان في نهاية اليوم بيكون في زيادة لعدد الناخبين لان طبعا معظم الناس مش هتنزل غالبية الناس بتنزل في اخر اليوم. شكرا يا فندم. عفوا يا فندم.